تدشين وإطلاق مرحلة قوية من العلاقات بين شرم الشيخ ونيش كان وراها مجهود كبير وزيارة مميزة للجانب المصري بتهدف إلى تعزيز التعاون بين المدينتين، خاصة في مجال السياحة وتنويع مصادر السياحة. الزيارة كان ليها شقين أساسيين، الأول على المستوى الإقليمي لإقامة اتفاقية صداقة وتعاون مع مدينة نيش لأنها الأكبر في جنوب صربيا، والتاني على مستوى العاصمة للقاء الجهات النظيرة في مجال الاقتصاد والسياحة. الحكاية بدأت بزيارة سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى نيش في صربيا للترويج للسياحة. الزيارة واللي كانت في شهر 7 اللي فات حظيت باهتمام الإعلام المحلي الصربي، وده لأن سيادة المحافظ كان معاه وفد رسمي بيضم مجموعة من رجال الأعمال والاقتصاد والمستثمرين. الوفد قام بعرض مقومات المحافظة الجاذبة للاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، واللي كانت نتيجته اهتمام الجانب الصربي ورغبته في عقد لقاء مع غرفة التجارة المصرية لاستكمال المناقشات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.